جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: توفي والدي وأصبحت أنا العائل للأسرة، والأسرة مكونة من والدتي وثلاث بنات وخواني جميعا، وأنا لم يتم لنا عقيقة، فهل تجب علي الآن جزاكم الله خيرا، علما بأن عمري الآن 23 سنة والبنات ما بين 17 إلى 15 سنة وعشر سنوات جزاكم الله خيرا؟ العقيقة ليست واجبة، الحمد لله، إنما هي سنة، وأيضا هي مشروعة في حق الوالد، هي من حقوق الولد على والده، من الحقوق المستحبة الولد على والده. ولا يلزمكم أن تعقوا عن أنفسكم، أو يلزم البنات أن يعققن عن أنفسهن، خصوصا وأنها قد مضى وقت طويل وهي مشروعة في حق الوالد. نعم.